خرجتهم فاطمة. كانت يفضل واحد لك انت. مرحبا بك نزار، انا شفتي الله يكبر بك. مؤخرا يعني نط واحد الدجه كبيره على المحتوى اللي كديروا، ربما الناس كيتهموكم انكم يعني كتقدموا التفاهه، وصلت بكم الدرجه انكم يعني ربما تستهزئوا مرضى السرطان. شنو تقول لنا في هذا الشيء؟ انا صراحه في هذا الفيديو ده غادي نعاود كل شيء. كاينين بزاف ديال الناس ما كيحملوناش، لا انا لا الملولي لا نادال بزاف ديال الحوايج، ولكن ماشي غير واحد الانسان ما كتحملوش تبغي تدخلو للحبس. انا غادي نستافد لكم كل شيء. يعني ما كيحملوكمش، ربما انتم يعني وليتوا يعني كتقدموا واحد المحتوى غير في غير من المرشاشه في الواقع، كيتصوروا معنا كيتعاملوا معنا كيتعاملوا معنا مزيان كل شيء ماشي مشكل. البروبليم اللي وقع لي هو انني واحد المره كنت هضرت في واحد الفيديو، اشنو كنت قلت؟ عيرت ساريكول، علاقه ساريكول مابغاش تعطينا اتساع. اش مشات كدير حريوده؟ مشات قالت لك باغا تزوج ولا ما عرفتش داكشي ديالها، الله يسخر لها. ساريكول خرجت بدات كتقول لها انت شكون اللي غتقبل بيك، وانت شكون هادي، انت باغي تزوج بك بات نزار، انت كتخو بات نزار كيخونك معاك. الوالده كتشوف الفيديو، بقى فيا الحال وانا نمشي عطيتها انذار. قلت لها سيري بحالك ما تدويش فينا، هادي عطيتها انذار بسيط. ساريكول ردات عليا، اش مشات ردات عليا؟ قالت لي يا الحمق يا المسطي يا المزنزن يا هادي يا هادي يا هادي. صافي دفعت انا على راسي، استهزأت منها. الرسول عليه الصلاه والسلام كيقول لك الظالم يموت شرع. ملي استهزأت منها شفت، قلت لها انت وجهك عوج. لا ماشي انت وجهك عوج، قلت لها انت وجهك داير بحال مريضه بالسرطان. وقلت مع تحياتي الناس ديال السرطان، والله يشافي موالين السرطان. هذه هي الكلمه اللي قلت. ولكن باش ما كتشوفش يعني انا مرض السرطان ماشي شي مرض يعني الله يستر تقدر تصاب به، يقدر اي واحد يتصاب به. راه مزيان ملي قلتها، راه انا ما غاديش نكلي نستهزئ بموالين السرطان، لحقاش نقدر نتصاب به انا، يقدر تصاب به انت، يقدر يتصاب به اي واحد. اشنو مشيت قلت انا؟ قلت انت وجهك داير بحال مريضه بالسرطان، والله يشافي موالين السرطان. ديك الساعه كنت صدم بان الجمعيات مشاو دعاوني انا ونادا، ومشاو داروا اش مشاو خداو ديك انت وجهك داير بحال مريض بالسرطان، وما خداوش ديك الله يشافي موالين السرطان. هاد الفيديو انا اللي مشيت لحته ودرت كل شيء. ما دعاوك يعني توصلت بشي استدعاء؟ لا مازال ما توصلتش بشي استدعاء. انا كنقول لموالي الجمعيات وموالي الحقوقيين الا جاكم هادشي استهزاء، واخا انا ما كيجينيش استهزاء، فانا كنطلب السماحه. انا كنطلب منكم السماحه. انا الحبس عمرني دوزت 48 ساعه، يلا الاخر عمرني دوزت. اذا كان كيجيكم الحبس ديالي هو اللي غادي يريحكم، فماشي مشكل ندوز الحبس. يعني انت ما هادشي ما كيخلعكش؟ لا ماشي ما كيخلعليش، راه كنخ شوف حتى شفت ما كيتمنى الحبس. باش نقول لك حقاش انا مشيت للحبس اخذت الدوسي ديالك كيخسر، كتلاقى مع ناس ماشي في المستوى ديالك، وبزاف ديال الحوايج. حنا الحبس ما كنتمناوش، ما بغيناش ندخلوا للحبس. حنا الحمد لله ما كناديو حتى شي واحد، كنصوروا فيديوهات. الفيديوهات اللي كتصوروا يعني الناس راه ولاو ربما كاعين عليكم لواحد الدرجه كبيره، ما كتصوروش يعني كيقول لك انكم يعني كيتفرجوا فينا. راهم اللي كيتفرجوا فينا، كيتفرجوا فيكم دري صغار والدين امهات، وكتخدموا واحد المحتوى اللي ينافي المبادئ والاخلاق ديال المجتمع المغربي اللي كنعرفوا بانه مجتمع محافظ. ولكن بلاتي انا نجاوبك بشويه بشويه. اول حاجه ما تقول الناس كيتشكاو، انت دابا دير شي فيديو في يوتيوب وانا ندير شي فيديو في يوتيوب، غتلقى المشاهدات اللي كنضرب انا اكثر من المشاهدات اللي كتضرب نتايا. اذا الناس باغيين هذا المحتوى هذا، والناس باغيين نكملوا في يوتيوب. ما انك كتلوح واحد الفيديو كضرب الملايير ديال المشاهدات، بنادم عاجبو الحال كتاثروا على الناس. يعني واحد الحاجه، والدراري الصغار انا كنعرف الوالدين يتحملوا المسؤوليه. ملي واحد الدري صغير غيتفرج في واحد الفيديو، الوالدين يحيدوا لهم التليفون. هادشي اللي كنعرف انا. ولكن انتما راه خصكم عيقته بحالاش يعني بداكشي المعاطيه والسبان في لي لايف. غير في لي لايف. فشي يوتيوب حنا ما كنسبوش، في شي يوتيوب ما كنسبو ما والو، في لي لايف الله يسمح لينا كنسبو. يعني انت كتعترف بلي راه كتسبو؟ كان اللي كيجبدنا مثلا، انا اللي كيجبدني راه ما نرحموش. يعني ما كتشوفش بان انتم يعني وليتوا يعني شخصيات معروفه، خصكم تكونوا قدوه للمجتمع، يعني تصلحوا ماشي تفسدوا. ورحنا قدوه للمجتمع، ولكن بلادنا ما كيهنيكش. حنا كنصوروا فيديوهات زوينين مزيانين، حتى كيجي بنادم بحال دابا ساريكول. شنو حرك شطاطه ساريكول؟ اشنو درت ليها انا؟ علاش تجبدنا؟ علاش تهضر فينا؟ ضروري غدير لايف وغتسبوا وغادي تدرح لها.
اشنو تقول يعني لهاد الناس اللي كيقول لكم راه عيقتوا علينا وطلعتوا لنا في الراس؟ وراه هما اللي كيتفرجوا فينا، ما فهمتش. انت قلتي طلعتوا لينا في الراس، ايوا اخويا، اي فوا يطلع لك الفيديو ديالي ولا الفيديو ديالنا هذا ما تفرجش فيه. ماشي ملي كيطلع لك شي فيديو ديالنا هذا، كيطلع لك شي فيديو ديالنا هذا وكتجي كتكليكي عليه. ماشي المشاهد هما اللي كيعطيكم معيار بانك انت انسان صالح. راه يقدر اي واحد يعني حب الفضول وصافي اللي كيقول حب الفضول غير علينا حنايا. المغرب كامل داير اليوتيوب، كتلقى واحد مسكين كيلوح فيديو ما كيضرب لي حتى 1000 مشاهده نقيه. علاش كيضرب ليا انا؟ علاش نادا كيضرب ليا؟ علاش بلاتي يمكن نادا ما كتحملوهاش؟ علاش ملي كتلوح فيديو في 3 ايام كيضرب لها 200 كا؟ هادشي اللي ما بغيتش تفهم ليا انا. اذا بنادم راه عاجبينو حنايا. كاين ناس يعني غادي يدعيوكم على هادشي اللي كديرو، انكم كتحرضوا على الفساد. ما كنحرضوش على الفساد، ما كنحرضوش على المخدرات. حاشا وليت ما تيرش تحرضوا على المخدرات. لا هادشي اللي وقع في ديك الفيلا، انا ما كنتش حاضر وندى ما كانتش حاضره، ولكن هذوك اصدقاء ديالك. اصدقاء ديالنا ولكن بعادين منا، يعني كيقول لك مع مشبهتك. ولكن بلاتي حنا ما كناش حاضرين. الا فساد غادي نديرو، ما كناش حاضرين في ديك الفيلا. اش وقع في ديك الفيلا؟ هو اللي سمعت قال لك كروفيطا. انا كروفيطا صارت واحد الانسان اللي هي مزيانه، تعاونت معايا ماشي مره ماشي جوج، ولكن اللي سمعت هو انها قال لك تختصبات في ديك الفيلا. قال لك واختصبوها الشكوحه اصدقاء ديالي وهي صديقه ديالي. انا على حسب الراي ديالي، وما تقلقيش منها كروفيطه، الشكوحه ما يديروهاش. الحقاش ما نقسمش الدريات، انا عارف هذوك مزيان. الله يعمرها دار دوك الناس، انا عارف. الله يعمر وتكروفيطه، الله يعمرها دار. هذا على حسب الراي ديالي. ولكن كيفاش كتشوف انت واحد الانسانه ديال الدراري يعني بوحدها في فيلا ومع وليداتها؟ ايوا راه قال لك كانوا الدريات تماك على حسب ما بوحدها. واه اش نقول لك، انا ما كنتش حاضر، ما غاديش يمكن لي نعطي واحد المعلومه اللي انا ما حاضرش لها. المراه ديالك تماك؟ لا، كانت قبل ما توقع الكارثه. وكاين اللي كينسق فيها كيقولوا بان هي وراه كامل هادشي. لا ماشي هي. لا علاش كدافع عليها؟ حقاش كندافع على الحق. كندافع على الحق انا، واخا كامل هادشي اللي كدير ليك. واش نقول لك، كيف ما كان الحال كتبقى مراتي. يعني بغيت مراتي كرهت راه مراتي، وجمعنا واحد العقد. فين وصلتوا في هادشي ديال كلكم؟ يعني كنتي وعدتي المغاربه انك ما غاديش ترجع؟ راه ما عرفتش انا شنو كيطرى لي انا. وكيف ما كان الحال راه ماشي صاحبتي. ملي كنجي كنفكر كنلقى بان مراتي دار مع العقد، حتى انا كنغلط. اون فوا كنضارب انا وياه، كنخرج بلايف وكنسب وكندرح، صافي هاد الغلط عمر ما غادي يتعاود. تعايرت انا وياه، ما تفاهمناش، راه غنطلقوا بلا ما نخرجوا الاشاعات الناس، بلا ما نقولوا شي حاجه. شنو المستقبل؟ شنو غادي دير يعني في الدعوه اللي مرفوعه؟ والا كان مكتب لي الحبس فما غاديش نخرج من القدر. الجمعيات ما غيرحموناش، حقاش حنا ما درنا والو. انا ما درت والو، انا شخصيا ما درت والو. انا قلت صاريكول وجهادير بحال مريض بالسرطان، مع تحياتي الناس ديال السرطان، والله شافي مالين السرطان. واش هاد الكلمه قلتها ولا ما قلتهاش؟ واش اللي كيستهزئ بمالين السرطان غادي يقول مع تحياتي لمالين السرطان والله شافي مالين السرطان؟ ولا جاكم هادشي استهزاء؟ واخا ما كيجينيش انا استهزاء، فانا كنعتذر لكم. الاعتراف بالذنب فضيله، كنعترف بالذنب ديالي، سمحوا لي بزاف. هادشي اللي سمعت حتى انا يا محروده، ما كنعمرش معاه بزاف. قال لك غادي تزوج، والله يسال عليها. والله ما عرفت، اقسم بالله انا ما باغينش يقولوا لي، ما عارفيني كنت خاص معاهم وغنفضحهم. الناس كيقولوا ها، الناس كيقولوا غادي تزوج. داكشي اللي قال ساريكون الواليد زعما. ايوا شتي، لا حول ولا قوه الا بالله، كثر لهم كتضحك. راه هادشي علاش قلت صار كل وجه هادير، كلشي مشى للاتجاه ديال الوالد ديالك. علاش بالضبط؟ واش الوالد ما عندوش الوالده ديالو اللي هي الوالده؟ واش الوالد ما عندوش ولادو؟ هذيك غير هضره، صار كل غير كتهضر. الوالد راه عنده العائله ديالو، راه صار كل جبدات لي الصداع والله. مشاكل عائليه ما نكذبش عليك، الوالده ولات كتضار مع الوالد وبزاف ديال الحوايج. بسبب صار كل راه يقدروا يوصلوا للطلاق كاع، بسبب صار كل. واش هما على صاريكول تقول هاد الهضره هادي؟
انا نقول الله يهديك الصاريكول وفوتينا عليك الله يرحم لك بها الوالدين، بغيتي تعطي مع حريوده فوتي عليك الوالد، فوتي عليك الوالد. فاش وقع هذا المشكل يعني كنصيب واحد الفيديو ربما حملتي راسك المسؤوليه كامله وخرجتي الزوجه ديالك وحريوده، كاين الناس اللي كيقول لي هي اللي كتقرر لكم قيدك باش تقول لك. ولا حيت الفيديو هذا الفيديو لحتو انا فهمتيني، وانا هضرت وجاتني تزلت لسان، جاتني تزلت لسان. لا هادي حيت انا ماشي قلت الله ينعل، استغفر الله العظيم ما قلتش الله ينعل موالين السرطان، انا قلت سراكول وجهها داير بحال مريضه بالسرطان والسلاتع والسلا هذه الله يشافي موالين السرطان. اجوج كلمات زدتهم وما قالوا لك هذا استهزاء ما استهزاء ما عرفتش. واش تقول للمغاربه اللي يعني واش بصح ربما عيقتوا بزاف يعني. ماشي يا اخي حنا كنصوروا فيديوهات الناس كيتفرجوا فينا، الناس كيتساويش المحتوى كتقدم شنو كتعطي للناس ما يتفرجوش فينا، حنا كنصوروا فلوغات، فلوغات زوينين، فلوغات انا ومراتي كنصوروا الحياه اليوميه ديالنا بواحد الطريقه سلبيه اللي كتعطي واحد النموذج. لا 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 نتحداك، دخل اليوتيوب، دخل اليوتيوب وشوف اش شوف اش كنقدموا شي حاجه اللي هي خايبه، غير دخل اليوتيوب وشوف اش كنقدموا شي حاجه اللي هي خايبه. السباك كيكون في لي لايف، الله يسمح لينا. هذيك التهمة يعني التهمة غادي في نفس التوجه، شكون هي السهاري الجلال الشراب شكون؟ لا ما كاينش المخدرات الشكوحة. انا ما كنتش حاضر، ما غاديش يمكن لي نحكم، ما كنتش حاضر انا. لكن كتكون معاهم بعد خطر في ديك الجلسات؟ لا انا ملي كنت معاهم ما كانوش المخدرات، ملي كنت معاهم ما كانوش المخدرات، الشراب كانوا لكن المخدرات ما كانش. وفي لي لايف يعني كنت طبعا خدت شد شي؟ لا المناضة هذي كان المناضة ماشي الشراب، المناضة والله لا المناضة بالله، والله لا المناضة بالله. كنكون مع الناس كيشربوا ولكن انا كنشرب المناضة، كل اللي كيبيع القرعة ديال الشراب معناها هز كاس ديال هاواي كيتسحب ليه مش الشراب. يعني انتوما بحال كتباعوا يعني بمخدرات و لا 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 المناضة هذيك ما بقيتش كندير هادشي، جبد لي صداع مع العائلة، ما بقيتش كاع كنبان في دوك الجلسات، دوك الجلسات ما بقيتش كاع كنجلس فيهم، ما بقيتش كاع كنجلس فيهم. لا ولكن ما كتكونش نادا، ما كتكونش نادا. انا ملي كنكون مع الناس راه نادا ما كتكونش، كتكون نادا ما كيكون لا شرب لا والو باش يكونوا فاهمين. وراه كيكون كيكون الشرب، الشرب كيكون ولكن شي حاجه من غير الشرب لا. كاين الناس اللي تهمكم يعني كانوا المخدرات ديال الكوكايين. ايوا قلبوا الدم ديالنا، اي واحد غادي يتهمنا خسر خسر من فلوسك ودير لنا التحاليل، ولا لقيتينا كنديروا الكوكايين حكموا علينا بالحبس. هادشي اللي كنعرف انايا سيرتو في هادشي اللي وقع ديال الاغتصاب. الاغتصاب انا ما كنتش حاضر، ما غادي يمكن لي نعطي حتى شي تعليق بخصوص الاغتصاب، عطيت الراي ديالي قلت لك شكون حام يديروا واش فين توصل يعني القضيه ديالك مع الزوجه ديالك. والقضيه مع الزوجه ديالي دابا تصالحنا ورجعنا الامور كيف ما هي، ونتمنى العلاقه تبقى بحال هكذا. والوالدين ما عجبهمش الحال، العائله ما عجبهمش الحال، وما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما نديرو الا نتقبلوا الحقيقه وصافي نتعايش مع الوضع. انت واش ما ندمتيش على هادشي كامل؟ كتشوف بلي راه شفتي على راسك الحل. كاين شي حاجه ندمت عليها وكاين شي حاجه ما ندمتش عليها. علاش ندم نزار؟ هو ندمت على ديك التساطيه اللي كنت كندير، وندمت علاش ملي كنت كنضارب انا والمدام كنخرج الاسرار الزوجيه ديالي، وندمت على بزاف ديال الحوايج. الحوايج اللي عجبك فيها؟ اه عاجبك انت الوضع فاش؟ بحالاش عاجبك هذا الوضع فاش لحقتي راسك؟ لا ما عجبنيش، واخا هكاك ما عجبنيش، وتزلت لي سالي طرات لي ندمت عليها تي بزاف. حقاش خرجوا مني الجمعيه دعوني انا كنطلب منهم السماحه، كنعاود نطلب منهم السماحه. قلت لي غادي تبدل المحتوى؟ غادي نبدل الكونسيبت، اه غنولي نعاون عباد الله. يعني البارح جا عندي واحد السيد قال لي مريض وما لقيتش اللي يعاونني وهادي بقى فيا، صافي طيح عليا واحد الفكره، قلت نمشي عند الناس، نمشي عند الحالات اللي محتاجين للمساعده ونمشي نعاونهم. داكشي اللي ما قدروش يديروه اليوتيوبر نديرو انايا، بنادم محتاج مساعده ما فيها والو الا تعاونت معاه. انا رابح من الادسنس، رابح من الادسنس، نمشي نصور معاه، ندير الكونت بونكير ديالو، ندير النمره ديال التليفون ديالو، ما ناخذ والو انا باش ما يتهمونيش بالنصب. ما خصنيش راسك عاوتاني طيح
الفخ ديال الناس والاحتيال. ما غاديش ندير لكم تبارك الله، انت السمعه ديالك ولات زوينه، يعني كلشي ولا ضدك. لا حيت ما غاديش ندير الكونت بونكير ديالي، وما غاديش ندير النمره ديال التليفون ديالي. داكشي اللي غندير مختص بداك المريض، وغادي نصور. وديك الساعه انا بنادم، انا الا ما فتوش ما نضروش، انا خاصني نعرف هاد القضيه هادي. انا بنادم كيبقى فيا، انا بنادم غادي نحاول نتعاون مع اي واحد محتاج المساعده، غنمشي نتعاون معاه. واللي كمان على الله بس حيت تورطتي في هادشي خفتي، وداكشي علاش بيتبدل المحتوى. لا 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 علاقه لا بهادشي. هادشي كنت كنفكر فيه قبل ما نتورط، وانت لا تورط، غندخل الحبس وغنخرج، واخا عمرني دوزت الحبس. وهذا اللي غيتمنى لي الحبس، الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غادي نقول الجمعيات الا دخلوني للحبس، غيدخلوا واحد عمر دوز الحبس 48 ساعه يلا خرا ما عرفهاش كي دايره. والديك الوالده ديالك مالو؟ اي دخلتي للحبس وغيبقى فيهم الحال صراحه، حقاش انا اللي عندهم. حتى والديك اللي زرتو معاك فاش كنا حنا، الله يسمح لينا منهم، الله يسمح لينا منهم. شنو تقول للوالده ديالك؟ او تقول لها سمحي لي بزاف، راه الوالده هي اللي عندي صراحه، وبغيت نحقق لها داكشي اللي ما قدرتش نحقق لها. رباتنا وكبراتنا بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله غنحقق لها داكشي اللي تمنت. شنو المستقبل؟ العالم بيه غير الله، ما غاديش يمكن لي نعرف المستقبل، باقي ما مخططتش ليه انا. خاطر الخميسات وتبقى هنا لا غنرجع الخميسات، كنتسنى انا تجي عندي لهنا الاكادير باش نرجع الخميسات. ما باغيش تعيش هنا ندى، ما بغيش تعيش هنا، ما عرفتش علاش. صافي قلت الحل الوحيد هو رجع الخميسات. كاين الناس اللي كيقولوا بلي راه المحكمه فيك وهي اللي السبب ديال هادشي كامل، هاد المفاعل اللي وقعوا ليك. وبالنسبه للحكم هي محكمه فيا ما نكذبش، ولكن ما عندي كيفاش ندير. كاش محكمه فيك؟ ايه محكمه فيا، ولكن ما مخلياني مخصوص من والو. اللي قلتها لك تجيبها ليا، وكنفرض الرجل ديالي، ولكن ماشي على مراتي، ماشي على مراتي. ما عندي كيفاش اللي مكتب ليا، شوف مكتب ليا بحال هكذا، ما غاديش نغير القدر. ولكن اقسم بالرب العلي العظيم، شوف نادى شد معايا الخط، فهمتيني؟ نهار 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 شوف خانتني، الله يرزيني في امي تندبحها، والله تندبحها بالله. وراه كنعتبره تهديد، انا تهديد لمراتي العزيزه. يا مراتي راه ما عمرها خانتني، دابا حاليا دابا حاليا راه شد معايا الخط. كتجي هنا كتمشي مع الناس، يعني الدراري. نعم نعم، فاش كتجي هنا كنشوفوا يعني ايه بحال خوتها الخدمه ديالها هذيك، اشارات كتمشي عندها خدمه، كتمشي كتقضيها وكترجع. ضروري واحد الانسان غادي مزوجه ما كتجلسش حتى المصاصات ديال الليل. وخدمتها هذيك ما عندي كيفاش ندير، تزوجت بواحده يوتيوبر، تزوجت بواحده يوتيوبر، ما عندي كيفاش ندير. وبالعموم اش بغيت نقصد بهاد الذبحه؟ زعما نعطيها قتله ديال راسها، ماشي ذبحه نقتلها. باش ماشيش عقلكم بعيد، حنا عندنا هاد العباره في اكادير، كنقول نشدك غندبحك، زعما غنشدك غندق قتله ديال راسها. الرساله الاخيره كنطلب من الجمعيه تسمحوا لي، الا جاكم هاد الشيء استهزاء فانا ما قصدتش، سمحوا لي بزاف وعفاكم ما تدخلونيش الحبس، هاد الشيء اللي كنتمنى. الملولي قال لك ستاتي باغي يدعي، وقال لك الملولي كيحرض على المخدرات، شو العقليه كيفاش دايره؟ علاش كل كيحرض على المخدرات؟ اللي ستاتي بينو الفيديو ديالو جالس كيضرب القرعه والكاس، وبنتو ديك ايلي جالسه كتبان مع حليب وجالسه كيفتخو جوان، وهاك راه ملي كيحرض على المخدرات. الملولي واخا كان غادي نقول شي حاجه اللي هي كاينه، الملولي كيحرض على لانطريما، كيحرض على السبور بوان فينال. بصح ستاتي لا مازال ما كاينش، لا ما توصلتش انا وياه، ما توصلتش انا وياه، ولكن ما نظنش انه داه. اكي اكس كيقول لك كان طالب من السلطات يدير وادي يدير وادي، لكن ما داهش. يعني التفاعل ديالكم هي اللي جاب لكم مشاكل، يعني كون كنتو كتخدم واحد قدوه للمجتمع كامل توصلوا لهذا الشيء كامل. شوف ما كايناش حاجه سميتها التفاهه، بنادم عزيز عليه التفاهه، بنادم عزيز عليه تفرش. التفاهه ما كتقتل، ما كتحي، ما كتحضر، ما كتحرض على المخدرات، ما كتحرض على شي حاجه. التفاهه واحد بحال بحال قلتي واحد الفيديو واحد الفيديو كوميدي بوان فينال، بنادم كيتفرش ما عندنا ما نديرو. كاين
كنت فيها يعني بواحد الشكل اللي ورقي. ولكن راه بنادم كيتفرج مع هذا كيفاش نديرو؟ لا هو راه الدراري الصغار راه يعاون الامهات. ورا شوف الدراري الصغار خاص الامهات يتحكموا فيهم، الاباء يتحكموا فيهم، خاص تكون عندهم مسؤوليه. انا ملي كندير اللايف وكنبغي نخسر فيه الهضره شنو كنقول؟ الدراري الصغار يحيدوا من هذا شوف اللايف. من الاصل ما واش انت يعني انسان يعني راشد وواحد الانسان اللي معروف وكتخسر الهضره، يعني اش من صوره غادي تعطي على راسك؟ وانا ما كنخص الهضره كتوصل فيا الهضم، ما كنخص اي الهضره كي كتوصل الميساج بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه، ماشي بتخسر الهضره باش كنوصل الميساج. ايوا نتعلم من الغلط ديالي، نتعلم من الغلط ديالي. شنو تقول لهم الناس المغاربة اللي كاينين عندكم؟ بغيت نقول لهم سمحوا لي بزاف وكنعتذر منكم صافي.